أنا اسمي مريم زكي، أنا بشتغل كونسلر، عملت الأندرجراجويت ديجري في الجامعة الأمريكية في علم النفس، وبعديها لما خلصت رحت أمريكا عشان أحصل على الماجستير في منتل هيلث كونسلينج، وعملت برضو ماريج أند فاميلي ثيرابي سيرتيفيكت في نفس الجامعة هناك. بدأت أشتغل في الكونسلينج كلينيك بتاع الجامعة وأنا هناك، وكنت بشتغل مع كل حاجة، حاجات زي ديبريشن وأنزايتي ومشاكل عائلية. وبعد كده اشتغلت في مصحة إدمان، وكنت بعالج الإدمان من الكحول وكل أنواع الدرجز. لما رجعت مصر رجعت أشتغل تاني مع ديبريشن وأنزايتي، مشاكل علاقات ومشاكل عائلية وإدمان. أنا قررت بعد كده أشتغل بالأبروتش اللي هو Cognitive Behavioral Therapy using person-centered techniques و conditions، عشان أنا بالنسبة لي الكلاينت مش بس حالة، بستخدم empathy وإني أبقى genuine معاهم، برضو في نفس الوقت البني آدم ساعات بيكون عنده تفكير ومشاعر وأفعال ممكن تكون سلبية وبتأثر على حالته النفسية، فبالتالي نركز على تعديل الأفكار والمشاعر والأفعال السلبية إن هي تكون إيجابية أكتر، عشان الـ overall quality of life بتاع client يبقى هو مستريح. أنا بحس قوي بفلفلمنت لما بحس إن أنا بساعد الناس إن هم يفهموا نفسهم أكتر، وإن هم يبتدوا يغيروا مشاعرهم أو أفكارهم أو أفعالهم السلبية لأفعال إيجابية، عشان بحس إن دي حاجة بتخليني يكون عندي purpose في حياتي، فبحس إنه اللي أنا بعمله ده بيفرق، فده دايما بيديني push إن أنا أكمل.